الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق أجمعين. أيها الليبيون الكرام، سأتحدث إليكم اليوم في 3 نقاط رئيسية. أولها يتعلق بالاستحقاقات الديمقراطية التي حدثت في مدينة مصراتة. هذا الأمر الذي أفرح كل الليبيين، وأثبتت مصراتة من خلال انتخابها في المجلس المحلي أنها كما دارت معركة التحرير بكفاءة ووطنية وشجاعة، فإنها قد أدارت عجلة الديمقراطية بشكل شفاف أبهر كل المراقبين الدوليين والمحليين من خلال الانتخابات النزيهة والمنظمة، والتي أثبتت للليبيين أنهم قادرون على المضي قدما في اختيار ممثليهم في المؤتمر الوطني بشكل شفاف. الليبيون أثبتوا قبل انتخابات مصراتة أن القبلية والجهوية ليست هي المعيار، بل الكفاءة والوطنية والأمانة هي المعيار، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه انتخاب المؤتمر الوطني. فكما حدث في إحدى الجامعات الموطنة في منطقة قبلية عند استفتائهم لاختيار رئيس الجامعة، تم اختيار رئيس تلك الجامعة من جهة تبعد عن مكان تلك الجامعة أكثر من 1500 كيلومتر، وعندما تم الاستفتاء على مجلس محلي في أحد المدن ذات التوجه القبلي لم تكن للقبيلة أي اعتبار، بل تم الاختيار من كل القبائل وكل العشائر، بل ووصل اختيار البعض من تلك الشخصيات إلى أماكن تبعد عن مكان تلك المدينة أكثر من 1000 كيلومتر. هذا دليل على أن الجهوية والقبلية ليست هي المعيار الذي يتعامل ويتعاطى معه الليبيون في هذا الشأن، وهو الأمر المطمئن لما حدث أمس في مصراتة من حيث التنظيم والشفافية وحسن الإدارة. وأنا أحيي الهيئة أو اللجنة المشرفة على هذا الانتخاب، وأحيي كل أهالي مصراتة وكل من كان له دعم لهذه العملية الانتخابية التي أديرت محليا ولم تتلقى أي معونات من المجلس الوطني أو من الحكومة الانتقالية. فكل تحياتي إلى أهل مصراتة، وكل تطلعاتي لأن الشعب الليبي بإذن الله تعالى سيكون قادرا على اختيار ممثليه في المؤتمر الوطني بكل شفافية وبكل أمانة وبكل وطنية. هذا الشق الأول من كلمتي. الشق الثاني، وهو ربما يكون المهم، نحن في هذه الأيام نتعرض لمؤامرات دنيئة من قبل أعوان معمر القذافي من الخارج ومن يعاونهم من الداخل، وما أحداث مدينة الكفرة إلا دليل على ذلك. استغلت بهذا الشكل وتأججت نار الفتنة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. أنا أدعو إخواني وأبنائي سكان مدينة الكفرة من كل الطوائف أن يوقفوا إطلاق النار، وأن يرتكنوا إلى الحوار، وأن يرتكنوا إلى الرأي السديد لرأب الصدع ولحل كل المشاكل الحدودية والعرقية الواقعة في المدينة. هذه المدينة التي لها أثر تاريخي ومكانة تاريخية في كل الحروب السابقة، وكان لها دور بارز في تأمين المنطقة الشرقية من خلال تأمين الحقول وتأمين الإمدادات الجنوبية عن طريق السودان، وبالتالي فإن هذه المنطقة لها استراتيجيتها ولها دورها ولها مكانها في نفوس جميع الليبيين. ومن ثم أدعو إخوتي وأبنائي في مدينة الكفرة بكل أطيافها وعرقياتها وتوجهاتها إلى وقف إطلاق النار، لترك الفرصة للمساعدات الإنسانية ولإجلاء الجرحى وللحوار، لأن الحوار هو الذي سيرسخ علاقات وطيدة بين أهل هذه المدينة. أدعونا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءنا بالرحمة وجرحانا بالشفاء في تلك المنطقة، وأعتبر الجميع شهداء، وبإذن الله تعالى سنتعامل على هذا الأساس
ولكن كل ما أدعوه حاليا هو وقف إطلاق النار حتى يستطيع المجلس الوطني والحكومة الانتقالية ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان أن تأتي وتؤدي دورها على الوجه الأكمل. الأمر الثالث والأخير وهو المتعلق بمكافآت الثوار وانضمامهم إلى المؤسسات الحكومية الرسمية. نحن نعلم جميعا أن الثوار هم الأداة الحقيقية للدفاع عن الوطن ولإقرار الأمن ولسير الحياة المستقبلية لليبيا في كافة المجالات. وعلى هذا الأساس أطلقت الحكومة برنامجها المتمثل في استيعاب الثوار في الناحية العسكرية والناحية الأمنية وفي الناحية المدنية. نحن لا نؤسس لدولة عسكرية، وبالتالي فإن الأمر مفتوح لكل الثوار أن ينضموا إلى المؤسسات العسكرية أو ينضموا إلى المؤسسات المدنية. صحيح نحن في حاجة ملحة في هذه الفترة إلى أن يكون الثوار ضمن المؤسسة المدنية المؤسسة العسكرية والأمنية، ولكننا لسنا حريصين على أن نجبرهم على ذلك. الحكومة الانتقالية عرضت مقترح أن يكون هناك صندوق للأزمات، هذا الصندوق خصص له مبلغ مالي تمت الموافقة عليه من المجلس في نفس اللحظة، لم تستغرق الموافقة عليه أكثر من ربع ساعة وفعل هذا الصندوق. الآن الحكومة الانتقالية طرحت برنامجها بدفع مرتبات للثوار ليس حتى نهاية العام 2011 بل وحتى نهاية شهر فبراير 2012، ما على التشكيلات الأمنية الثورية إلا أن يقدموا كشوفاتهم معتمدة من المجالس المحلية والمجالس العسكرية في المنطقة، ثم تقديمها لوزارتي الدفاع والداخلية حسب التخصص، مشفوعة بأسماء رباعية وأسماء الأم الثلاثية والصفة الاجتماعية عازب أو متزوج، حتى يتسنى لنا دفع مرتب مكافآتهم وهي أقل ما يستحقونه. وبعد ذلك أنا أدعو الجميع إلى الانضمام إلى الجيش الوطني أو الأمن الوطني وترك المنافذ وترك الأماكن الحيوية لسيطرة الدولة، ما على هؤلاء الثوار الذين أدوا دورهم إلى الانضمام لهذه الجهات أو الانضمام للحياة المدنية، ونحن سنوفر لهم كل الإمكانيات اللازمة للمرور في حياة مدنية آمنة ومسالمة. ولكن في الحقيقة نحن في حاجة إلى عون هؤلاء الثوار في النواحي الأمنية وفي حرس الحدود وفي النواحي العسكرية لإقرار الأمن في ليبيا، لأننا ما لازلنا نتعرض للخطر بين حين والآخر. وأدعو الجميع لأن يرتكنوا إلى هذا النداء بأن ينضموا وفقا لما الآلية التي قدمتها الحكومة لتفعيل انضمام الثوار، وبالتالي فإن الثوار الآن الأمر لديهم وعندهم، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إلى ما فيه خير البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.